بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الحوض المورود والشفاعة العظمى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين استمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروا ما أنتم فيه من النعمة العظيمة: أمن في الأوطان، وصحة في الأبدان، ووفرة في الأرزاق، ومن حولكم يتخطفون في البلاد، تسلط عليهم الأعداء وشتتوهم فرقوهم وحرضوا بعضهم على بعض فأصبحوا في فوضى واضطراب، الله أعلم ما تنتهي إليه. فاشكروا نعمة الله عليكم، ويتلخص شكر هذه النعمة في ثلاثة أمور بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث آخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تجمع لكم الخير كله، وتحفظ عليكم هذه النعمة. الأمر الأول: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أساس الأمر، وهذا أساس الدين، وهذا أساس الأمن والاستقرار. فما اجتمع العرب بعد الجاهلية والتفرق والتشتت، ما اجتمعوا إلا على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، قولاً وعملاً واعتقاداً. والأمر الثاني: أن تناصحوا من ولاه الله. الأمر الثاني: أن تعتصموا بحبل الله جميعاً، أن تعتصموا بحبل الله القرآن والسنة، تتمسكوا بالكتاب والسنة قولاً وعملاً واعتقاداً. فما أحله الله ورسوله أحللناه، وما حرمه الله ورسوله حرمناه. فالله جل وعلا أنزل علينا الكتاب، و النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالسنة الصحيحة التي ترسم لنا الطريق وتبين لنا المنهج السليم
الذي نسير عليه في حياتنا ولا نرجع إلى القوانين الوضعية الطاغوتية التي تفرق ولا تجمع، التي تضلل العقول، التي تفسد العقائد، تنشر الكفر والإلحاد. لا تمنع من كفر ولا من إلحاد، هذه هي القوانين الوضعية التي وضعها البشر من تلقاء أنفسهم، الله لا يرضاها لنا، بل شرع لنا أن نطيع الله ورسوله في الكتاب والسنة. تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والتفرق عذاب، الاختلاف عذاب، الفرقة عذاب، كما أحدثت في من حولكم الآن تفرقهم واختلافهم وتناحرهم، وأصبحوا لا يقر لهم قرار، كل يوم لهم رأي، كل يوم لهم خطة، تناحرون يتقاتلون، وهكذا، لأنهم تركوا الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطاعوا أعداءهم. والتفرق آفة وعذاب، ولهذا شرع الله لنا الاجتماع وربانا عليه في الصلوات الخمس، في صلاة الجماعة، في صلاة الجمعة، في صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء والحج والعمرة، كل ذلك نؤديه جميعاً مع إخواننا المسلمين، لنتربى على الاجتماع والتعارف والتآلف والتعاون على البر والتقوى. إن الكفار يريدون أن يفرقوا بيننا وأن يلقوا العداوة بيننا، لأنهم يعلمون أننا إذا اجتمعنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أننا نفسد عليهم خططهم ومناهجهم التي يرسمونها لنا. لماذا؟ لماذا نأخذ خطط الكفار ومناهج الكفار التي يرسمونها لنا ونترك ما رسمه الله لنا ورسمه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا إلا ذهاب للعقول وضياع للأمر، نسأل الله العافية. فعلينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله جميعاً، وألا نتفرق فيما بيننا، لأن المسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضاً. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والأمر الثالث مناصحة ولاة الأمور، مناصحة ولاة الأمور، ولا تقتصر المناصحة على الوعظ والتذكير لهم، هذا أمر لا بد منه، أن نذكرهم وأن نعظهم فيما بيننا وبينهم، أن نوصل إليهم النصيحة سراً بيننا وبينهم، فهذا من حقهم علينا ومما أوجبه الله علينا. فمن يقدر أن يصل إليهم ويشافههم وجب عليه ذلك، ومن لم يقدر فإنه يراسلهم أو يوصي من يتصل بهم ويبلغهم بما يحصل من الخلل وما يحصل من المخالفات، لأجل أن يتنبهوا لها ويصلحوها. هذا من مناصحة ولي الأمر. ولا يجوز أن نذكر الخلل، ولا يجوز أن نذكر الخلل وأن نجرح ولاة الأمور بما فيهم من النقص أمام الناس وفي على المنابر أو في الأشرطة أو في المجالس، هذا من الخيانة
وهذا يزرع الفتنة، وهذا يفرق بين الراعي والرعية. إنما النصيحة أن نوصلها إليهم مباشرة أو بواسطة لا يدري عنها أحد. ولهذا جاء في الحديث: من كانت عنده لولي الأمر لولي أمره نصيحة فليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل وإلا فقد أدى ما عليه. أما نشر الأخطاء ونشر المخالفات وتنقص ولاة الأمور وإهانة ولاة الأمور أمام الناس، فهذا يحدث فتنة وشرورا وقطيعة، وهذا ما يريده أعداء الله ورسوله، لأنهم لا يرضون عن المسلمين أن يجتمعوا وأن يتآلفوا وأن يتعاونوا، فهم يحاولون دس الفتنة بين المسلمين دائما وأبدا، فلنكن منهم على حذر. ومن النصيحة لولي الأمر أن نقوم بالأعمال التي يكلها إلينا كل موظف وكل مسؤول، يقوم بالعمل الذي وكل إليه ولا يفرط في عمله أو يتكاسل أو يكله إلى غيره، بل يقوم به على الوجه المطلوب. هذا من أعظم النصيحة لولي الأمر. فالنصيحة لولي الأمر ليست مقصورة على الموعظة والتذكير له، وإنما أيضاً وأهم من ذلك أن نقوم بما وكل إلينا من الأعمال على الوجه المطلوب، لأن الوظيفة أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات هي الوظائف، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تسندوا الوظائف إلى المؤهلين الذين يقومون بها ويؤدونها في مصالح المسلمين، في مصالح الراعي والرعية. فهذا من النصيحة لولي أمر المسلمين، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وكل هذا مما يجمع كلمة المسلمين ويسد الطريق على الكفار والمشركين والمنافقين الذين يريدون أن يشتتوا المسلمين ويفرقوا جماعتهم، كما هو مشاهد الآن في الأقطار التي حولنا، أن الكفار تدخلوا فيها وأشاعوا الفتنة بين الراعي والرعية، حتى حصل ما تسمعون وما تقرؤون من الفتن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. علينا أن نعتصم بالله وأن نتوكل على الله وأن نلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلو أن المسلمين إذا اختلفوا يردون اختلافهم إلى كتاب الله وسنة رسوله، ويتولى ذلك علماؤهم وأهل الرأي فيهم، لصلحت الأمور. أما أن ترد إلى الكفار، إلى مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة، نردها إلى أعدائنا، كما يقول الشاعر: لا تشكون لذي ضغن، لا تشكون لذي ضغن فلا تشكون لذي ضغن فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. فنحن حينما نشتكي لأعدائنا نريد منهم أن يحلوا مشاكلنا، فإننا كالجريح الذي يشتكي إلى سباع الطير
لتنهش لحمه، هذا شأنهم. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحل أمورنا ومشاكلنا فيما بيننا وعلى ضوء كتاب الله وسنة رسول الله وبالرجوع إلى علمائنا وأهل الرأي فينا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولكن كما قيل: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء على ظهورها محمول. بيننا كتاب الله وسنة رسوله، ولكن لا نرجع إليهما، وإنما نرجع إلى الأنظمة الكفرية، نرجع إلى المعاهدات الدولية، إلى الأنظمة التي شرعها الكفار. إن صلحت لهم على كفرهم، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، فإنها لا تصلح لنا أبداً، لأن الله أغنانا عنها بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب أننا نحن نتولى حل مشاكل العالم بما عندنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أننا نرجع بمشاكلنا إلى أعدائنا وإلى أنظمة الكفر التي لم تنفع أهلها حتى تنفعنا. ولكن إذا عميت البصائر فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة معناها الخلوص من الغش، جميع أنواع الغش، الغش للراعي والغش للرعية، والغش بعدم العمل بكتاب الله وسنة رسوله، وأخذ العمل من كتب اليهود والنصارى والملاحدة، هذا هو الغش للرعية، والغش للراعي والرعية، والغش لأئمة المسلمين وعامتهم. فعلينا أن نرجع إلى ما عندنا من كتاب ربنا وسنة نبينا، ونرجع إلى علمائنا وإلى أهل الرأي فينا، ونحل مشاكلنا بأنفسنا. إذا أردنا الصلاح والإصلاح لأمورنا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين،
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الدين، واكفهم شر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر أعدائنا من الكفار والمشركين والمنافقين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.